خليل الدقيقي طالب ماجستير في الاقتصاد في الرباط وأحد الفائزين في ديدي 17 جاء من المغرب كي يسمعنا رسالته. تفضل خليل. أهل الحال يا أهل الحال إمتى يصفى الحال؟ أهل الحال يا أهل الحال إمتى يصفى الحال؟ شمل العروبة أهوات راك ترى الطغاة، شمل العروبة أهوات راك ترى الطغاة. هيهاتا أن تقف أنت شخص آدمي يا من في الحكم في وجه إرادة الشباب. نعم لا أجيد لغتكم، وفضلت أن أبدأ من الأول بتسمية الأشياء بمسمياتها، أن أبدأ كلامي من آخره معكم، فإني أكره الطريقة التي تخاطبوننا بها، لغة الإسمنت والخشب، لغة الملل والتعب. وإنني لمخاطب العقلاء منكم لعلهم يتعقلون، أما الطغاة فأقول لهم بصريح العبارة: أنتم في مزبلة التاريخ عاجلاً أم آجلاً، كما من قبلكم سلكوا نفس الطريق عاشقين للكراسي. في بادئ الأمر جميعكم تدعون أنكم مع الفقراء والعمال والفلاحين، فما إن تصلون إلى سدة الحكم حتى تقمعون مظاهراتي المعطلين، حتى اقتطعتم من أجور رجال التعليم وهمشتم المثقفين، اعتقلتم المفكرين ووسمتم بل بجلتم الخونة وكثيرا من تفهاء القوم. أما الفقراء، نعم الفقراء أولئك الذين بينما تجلسون إلى موائدكم الفخمة يقتاتون يأكلون من النفايات لعلها أرحم، أولئك الذين بينما تذهبون إلى أفرشتكم المنمقة يفترشون الأرض ويلتحفون السماء لعلها أرحم. يا من في الحكم لم يبقى اليوم إلا شيء واحد أريد أن أصفق لكم، أريدكم أن تكونوا فخورين بأنفسكم، فأنتم موسمياً تتذكرونهم، نعم تتذكرونهم بل أحياناً تصاحبونهم بل تحيونهم من وراء سياراتكم الفخمة المصفحة، لأنكم دارون أنكم بعد أيام ضاقون أبوابهم ومتوسلين أصواتهم. يا للهول، تظنون أنفسكم حكاماً ولم يبقى اليوم إلا شيء واحد سيقولها لكم شباب، شباب من خيرة الشباب من الوطن العربي. يا من، يا من في الحكم، لماذا تتفاجؤون حينما يركب الشباب، شبابنا شبابكم، صهوة الإرهاب والتكفير والتدمير؟ ألستم من علمتموهم في مدارسكم؟ أتذكر وأنا صغير درسا غريبا وأنا في الثانية ابتدائي، كنت طفلا فطلب منا المدرس سؤالا غريبا: أرسم كافرا. تصوروا معي هول الموقف، تصوروا معي أن تنشئوا جيلا هكذا، ولكني صراحة لم أكن بارعا في الرسم، كنت فقط أرسم علم وطني فوق القمم وألونه بالألوان. وها أنا اليوم، ها أنا اليوم واقف، ذاك الطفل قد كبر ووقف يخاطبكم،
نريد جامعات يحلق فوقها ريح أكسجين الحريات الأكاديمية للطلبة، للمثقفين، للباحثين الذين هم أيضاً معكم في الحكم بأصواتهم، بألسنتهم التي لن تدعكم، ألسنتهم السيالة بالحرية التي ولدنا فيها. ولدت وأفتخر في منبت الأحرار مشرق الأنوار. شكراً. 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 شكراً لخليل من المغرب.